السلام. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اتيو فنتريكولار سيبتال ديفكت، او بيقولوا عليها اي في كانال، او بيقولوا عليها اندوكارديال كاشن ديفكت. احنا كلنا بنقف في نفس المره، الحاجات دي اسامي مختلفه للموضوع ده. موضوع مهم، ده موضوع من الحاجات اللي كومنت بتكون جد. و هنتكلم عليه النهارده في الكونتكست بتاع ان هو ايزوليتد ايدي كمان، علشان هو ينفع يحصل عيان يبقى عنده كومبلكس حاجات كده مخليه سنجل فنتركل ومعاه ايدي كمان، او يبقى مثلا عنده ايزومرزم ومعاه ايدي كمان. فاحنا النهارده عايزين نتكلم في الموضوع از ان ايزوليتد ايفكت، عشان في الحاجات التانية احيانا بيبقى الهيموداينامك بروبلم اكبر بكتير من مجرد انه كان. طيب هو حاجه زي بتحصل في حاجه زي 2 في 10000 بني ادم بيتولد، وتش حاجه يعني بتخليه قرب 3% من العيانين اللي عندهم جينر هارت ديزيز، فدي حاجه مش رايه. اكتر من نص العيانين اللي عندهم اي دي اس دي او اي دي كانال بيبقوا بارشل كانال، ان كومباريزون لحاجات ثانيه اسمها ترانزيشنال او كومبليت. انا بقول ايه الحاجات دي، انما جزء مش قليل منهم بيبقوا بارشل كانال. في علاقه قويه كده بين المرض ده وبين الداون سيندروم. ف اب تو تلت العيانين اللي عندهم داون سيندروم، يعني من خمس لتلت العيانين اللي عندهم داون سيندروم بيبقوا معاهم كومبليت كانال. انما حاجه زي 1 على 20 من عيانين الداون عندهم بارتشل، وبالتالي العيانين لو في عيان داون هو البروبابيلتي انه يطلع كومبليت كانال هي اكتر بكتير قوي من كونه بارتشل. عيان داون ممكن يبقى عنده حاجات ثانيه مش كمان خالص، انما الايدي كانال هي اشهر كارديك ديفكت ينفع يجيبها. انما كمان بالعكس بقى، نص البني ادم العيانين اللي عندهم كانال هم داون سيندروم، وبالتالي في علاقه قويه قوي بين لو في حد قال لي في عيان ايبي كانال، في الغالب السؤال البديهي هساله هو داون ولا نان داون؟ للدرجه دي هو مشهور. ودي والارقام دي جاستيفاي ان اي طفل يتولد يطلع عنده داون سيندروم محتاجين نعمله ايكو احسن يطلع كانال او حاجه ثانيه من الحاجات اللي بتحصل. طيب و حاجه زي 10 العيانين اللي عندهم كانال كمان بيبقى اسوشيتد معاهم فاروق. اوكي ماشي. فدي سلايد كده بتاعه الانسنس بتاعه الحاجات والارقام بتاعتها بين بعضها. تعالوا نقول شويه حاجات بقى، نرجع سيب بال جامده كده ونقول هو القلب الطبيعي عامل ازاي ويبقى شكله في الكانال مختلف. احنا هنا عاملين ازاي؟ احنا هنا واخدين كات سكشن في القلب وباصين من فوق، فاحنا شايلين الاتريا والريد ارتيز، شايلين بقى يعني شايلين اورتو وكامونري وشايلين الاثنين اتريا وباصين من فوق، فكده قدام وكده ورا، كده يمين وكده شمال. تمام. يبقى ده مايترا، ده تريكاستر، ده اورتو، وده كامونري. وحتى ده الاورتيك فالف وده الاورتيك روت طالع من الكرونريز، صح؟ ده يبقى رايت كرونري وده ليفت كرونري بيدي الاديوس كومبلكس. هنا لازم ناخد بالنا كده انه في علاقه قويه بين الاورطة والميترا، صح؟ الاماره حاجه اسمها اورتو ميترا كونتينيتي. مفيش مصل هنا، في فايبرس كونتينيتي بين الانتيريو ميترا ليفلت والاورتيك روت. احنا عايزين نقول شويه حاجات بديهيه كده في الصمامات بتاعت الميترا والتريكاسبت. مبدئيا هما صمامين مختلفين، صح؟ واحد من ليفت ايتريا من ليفت فنتركل والثاني من رايت ايتريا من رايت فنتركل. ده المايترا في الدستور وده المايترا في السطوح. المايترال ده هو اثنين ليفلتس، انتيريور مايترال ليفلت وبوستيريور مايترال ليفلت. الانتيريور مايترال ليفلت دي نصها هو باصص ناحيه الاورتيك فالف. اوكي؟ ففي اثنين كوميشنز على الناحيتين، انما هم باصين ناحيه ال في وتي والاورت. موافقين؟ الانتي مايترال ليفلت واخده اريا كبيره، انما هي ماسكه بس في تلت السيركمفرنس، في حين ان البوستيريور مايترال ليفلت هي شالو، يعني هي مش عميقه، انما
ماسكه في السيركمفرنس حته كبيره قوي قرب تلتين السيركمفرنس. معلش ده كلام بدايه قوي بس في الكمال هنكتشف قد ايه هو مختلف. اون ذا اذر هاند بقى ده تراكسبت فالف، وتراكسبت فالف بقى ليه ثلاثه كاسبس وثلاثه ليفلتس انتيرير وبوستيرير او انفيرير والسبتا ليفلت. اوكي المايترال تراكسبت عميق كده صح؟ الاورت في النص يعني الاورت فالف بالال بي او تي هو ويدج ان بتوين المايترال وتراكسبت صح؟ هما دوريتين فبقى في مثلث كده في النص الاورت اتدخلت عامله ويدج جواه اللي هو ده. في حته من هنا مش باينه قوي بس تعالوا نقولها، دي الممبرين السبتا. هو احنا هنا فوق التريكاسبيد ولا تحته؟ يعني ناحيه الاتريوم ولا ناحيه الفنتركل؟ ناحيه الاتريوم. فاكرين اللي حضر درس الفي اس دي الممبرين السبتا ده كان اثنين بارتس اللي هو ايه وايه؟ ايوه وانتر فنتريكل. فايتريو فنتريكل وانتر فنتريكل صح؟ الانتر فنتريكل بارت دي اللي فيها ديفكت يبقى اسمه ايه؟ في اس دي بس انا فيهم كان بقى تقريبا بس عشان هو الممبر السبتا يعني ماشي. طيب فده بقى الممبر السبتا من فوق الايتريو فنتريكل خلاص؟ واحنا ساعتها كنا قلنا ولا كمان شويه ماشي. دلوقتي احنا واخدين بالنا انه دي الانتي مايترال ليفلت صح؟ ده كات سيكشن شبه كده في الايكو حاجه شبه الثري تشيمبر مثلا دي. اوكي؟ ويبقى ليفت اتريوم ليفت فنتركل وال بي تي اورت. هو هنا باين انه الانتي مايترال ليفلت هي بتعمل هي الفرق بين الانلت والاوتلت بتاع ليفت فنتركل صح؟ طيب دي نفس الصوره اللي فاتت بس على سبيسمن بدل ما هو دايجرام. فهو عادي يعني شايلين مش عارف ايه ده ريتستد ده مايكرو ده اورطه هو ده الاتريال وول هم وصلوش لحد الاخر. لو كانوا وصلوا لحد الاخر كنا هنشوف الاورطه مايكرو كونتينيتي من تحت. اوكي وده الترمومتر الترمومتر في الطبيعي بيبقى انتيرو تو ذا ليفت عن الاورطه الكارت انما انتي مايكرو ليفت وسي مايكرو ليفت ليها ماسه في السكامبس حته طويله والاورطه ويدز ان بتوين الميترال تريكاسبت ماشي. فاكرين الصوره دي؟ دي صوره كده شبه احنا واخدين كات سكشن في القلب شبه صور الايكو بتاعه الفورتشن ريفيو. يبقى احنا راديو كام راديو فنتركل ليفت ايكو ليفت فنتركل. احنا دلوقتي كل ده بنتكلم في البني ادم الطبيعي صح؟ والصمام اللي بين الرايت ايكو ورايت فنتركل اللي هو انهي؟ تريكاسبت. والصمام اللي بين الليفت اتريوم والليفت فنتركل اللي هو المايكرو صح؟ الصوره دي بتبين انه عشان لو هنقولها بعدين او يعني فدوس ده بصوا في كوردز من التريكاسبت ماسكه في السبتم صح؟ مفيش كوردز من المايكرو ماسكه في السبتم صح؟ الكوردز بتاعت المايكرو ماسكه في الهيلري ماسلز اللي هي مش السبتم هم يقولوا ان التريكاسبت ليه كورد اتاتشمنت والمايكرو مالوش. يعني جمله عادله انما في معلومه ثانيه هنا المايكرو والتريكاسبت مش على نفس الليفل صح؟ في واحد فيهم قريب للايبكس عن الثاني هما الاثنين مش على نفس الليفل صح؟ يعني ده الليفل بتاع التريكاسبت الليفل بتاع المايكرو اعلى منه صح؟ ويبقى التريكاسبت اقرب للايبكس ودي علاقه طبيعيه لما تبقى اكزاجريتد قوي 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 بيبقى اينشتاين صح؟ انما هو في الطبيعي يعمل كده ان المايكرو والتريكاسبت مش على نفس الليفل والتريكاسبت اقرب للايبكس عن المايكرو. وبالنسبه للحاجات اللي نصت في النسخه المايكرو اللي كلها بتجيب النصر في واحده انترولاتر وواحده بوست روميديال انما هم مش طالعين من السبت بيبقوا طالعين من الجول بتاع واحد انتيرو لاترال والثانيه بوست روميديال انما السبت من السبت بس هو السبت. طيب دي صوره برضو في شبه صوره الايكو بتاعه ال باراسيرال لونج اكسس فيو صح؟ قوم يبقى ليفت اتريوم ليفت فيرتيكال بينهم مايترال وده اورتيك فالف اساسا الاورطه وده كات سيكشن في الرايت فنتركل. فاهمين ان ال في او تي والار في او تي هم كروسنج بعض صح؟ فكانه ده ال في او تي كده ده الار في او تي خدنا فيه كات سيكشن وشفنا دوريه. اوكي؟ طيب هنا المعلومات اللي عايزين نعرفها ايه؟ انه المسافه من الانيلس بتاع المايترال
لحد ال في ايبكس هي بالشبه بالشبه كده نفس المسافه من ال في ايبكس لحد الانف صالون. فاحنا عايزين نقول بالتقريب ال بتاع الليفت فيتريكل في الطبيعي قد الاوتلت بتاعه في الطول. كويس ماشي. ماشي. الصوره دي ايه بقى؟ احنا فاتحين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل واخدين كات سكشن فيهم وباصين على السبتم، فده الانتر اتريال سبتم وده الانتر فنتريكل سبتم، كاننا واخدين شايلين القلب من الجنب وباصين على السبتم. كويس. فده تراكاسيد فالف ويبقى كده اتريوم وتحت فنتريكل، واحنا دلوقتي باصين على السبتم. خلاص. في مثلث كده الجراحين بيحبوه قوي، الترانجل كلوث، اتكلمنا فيه جامد في الفي اس دي اللي هو ايه؟ تندر افتضاره كورونري ساينس في البيز بتاعه والانيلس بتاع السته الليف بتاع التراكاسبت. ايه اهميه المثلث ده؟ الايبكس بتاعه فيها الاي في نود وايميديتلي قدامه فيه الممبر السبتم اللي ماشي فيها البندل اوف اللي هو كويس. كويس ماشي. احنا دلوقتي عارفين النورمال كوندكشن جايه منين، هي الاي في نود هنا ويمشي يطلع منها البندل اوف تروح تعدي للفنتركل. واهميه البندل اوف ان هي ذا اونلي باث واي اوف الاكشن بوتنشال دوت من الاتريوم للفنتركل. الطريقه الوحيده ان احنا نعرف نكهرب الفنتركل هي ان الكهرباء تعدي ثرو البندل اوف هيست، اذروايز في فايبر فاتي انسيليشن، ففي عايز الكهرباء من الاتريوم للفنتركل، وبالتالي لو الكهرباء ما عدتش في ده مش هتعدي. كويس؟ طيب تعالوا نقول بقى ايه في كانال او ايه في اس دي. هو اتريو فنتريكولار سبتال ديفكت صح؟ هم هو العيان اللي عنده كومبليت اي كانال، هو عنده اي اس دي وعنده في اس دي. هل ده معناه ان اي عيان عنده اي اس دي وفي اس دي يبقى اي في كمان؟ اصل هو ممكن الفي اس دي تقفل ويبقى عنده اي اس دي ونفضل نسميه اي في كمان. قليل قوي بس ينفع ان الاي اس دي هي اللي تقفل والفي اس دي تفضل موجوده برضه نسميه بي كانال. عارفين رير انما ينفع الاثنين يقفلوا، ما يبقاش عنده اي اس دي ولا عنده في اس دي ونفضل نسمي القلب ده ان عنده اتريو فنتريكولار سيبتال ديفكت. ازاي بقى يعني الحاجات دي؟ طيب هو احنا هنا عايزين نقول انه ده ديزيز في حد ذاته مش مجرد فسيولوجي، وده تغيير في المورفولوجي بتاع العيان ده. اوكي. لو في عيان عنده سكرنا في اس دي وبيري ممبرنس في اس دي وايزوليتد كليفت مايترال، ده ما ينفعش نقول عليه اي في كمان. اوكي. الهول مارك بتاع عيان عنده اي في اس دي او اي في كمان ان يبقى عنده كومن اي في جنكشن. كويس. هنقول حاجه. على جزء من السبيكترا نسميه بارشال كانال. يعني ايه؟ يعني ما عندوش في اس دي. على الاخر اند اوف السبيكترم ان يبقى عنده في اس دي كبيره نون ريستريكتد في اس دي. اوكي؟ ينفع يبقى في النص حاجه بنسميها ترانزيشنال اي في كانال اللي هو يبقى عنده في اس دي بس الفي اس دي ديت ريستريكتد. مين بقى هيقول لي يعني ايه ريستريكتد في اس دي اللي احنا عملناها المره اللي فاتت او اللي قبلها او المرات اللي فاتت؟ يعني ايه ريستريكتد في اس دي؟ سمول في اس دي. سمول في اس دي يعني سمول ده في يعني ديفاين يعني كم مللي؟ 3 مللي يعني 5 مللي 7 مللي يعني كم مللي يعني تبقى سمول؟ كويس قوي. وبنعرفها ازاي؟ نشخصها ازاي؟ كلام معقول. هم احنا ريستريكتد في اس دي يعني في اس دي ذات ريستريكتس بلاد فلو صح؟ وكونها بتريستريكت البلاد فلو ده معناها انه لو في بريشر عالي في ناحيه البريشر ده مش هيبقى ترانسميتد للناحيه الثانيه صح؟ عشان الفي اس دي بتريستريكت الفلو الدم ما عرفش قلبي كله صح؟ قوم لو في في اس دي كبيره قوي لدرجه ان خلت البريشر هنا قد البريشر هنا ان هي كبيره لدرجه ان هي ايكولايزد البريشر نقول عليها نون ريستريكت. يبقى الان ريستريكت في اس دي هي الفي اس دي الكبيره. يعني ايه كبيره؟ يعني قدرت تايكولايز البريشر اكروس ات. يبقى الفي اس دي اللي فيه بريشر دروب اكروس ات نسميها ريستريكتيف. يعني ايه بقى بريشر دروب؟ يعني بريشر يعني لو هي الضغط في ال في 100 لو في الار في بقى 90 مش ده بريشر دروب؟
لا صراحة مش بشر دوت. هو ده معناه ان البي اف بشر 90 صح؟ ده رقم عالي قوي. احنا بنقول ريستريكتيف في اس دي يعني في سيجنيفيكنت بريشر دروب اكروس ات. يعني احنا بنتكلم على بريشر دروب مثلا 50 60 وبيبقى البي اف بريشر حاجه زي تلت السيستم. تمام؟ قوم لما البريشر في واحده يبقى 100 110 ونحتاج يبقى 40. قوم ده سيجنيفيكنت بريشر دروب. تمام؟ قوم يبقى تاني العيان اللي عنده النون ريستريكتيف في اس دي، بس احنا قلنا قبل كده مش انا لسه قايل انه لو في عيان عنده بري ميمبرنس في اس دي ما ينفعش يبقى كده. الفي اس دي لازم تكون انلت. تاني هو في كام نوع في الفي اس دي؟ اللي هما اوكي ف الانلت في اس دي اللي هو عليها اللي هو اسمها تاني ايفي كانال تايب. اوكي اللي انت كنت بتقوليه كلام صح، بس هو في ناس كتير بيسموا الفي اس دي بس هي مختلفه، فاحنا قلناها بطريقه عشان كل الناس تتكلم اللغه، بس هو انت بتقولي صح جدا. انا مش عاوز اقول كده بس يعني مش عاوز اقول ان الناس لما بيجاوبوا بيقولوا صح، يعني عارف ان بغلطهم بس يعني ماشي ربنا تزعل. ماشي ينفع يبقى انلت في اس دي، والاسم التاني بتاع الانلت في اس دي اللي هو ايفي كانال تايب اللي هي دي. اوكي انما النوع الثاني اللي هو اوتلت زي ما انت قلت، او الناس بتسميها سب ارتيريال او سب بالمونيك او كل الحاجات الثانيه، او ماسكولر كده. والنوع الرابع اللي هو البريميمس. كويس، هم في اربع انواع. احنا النهارده عايزين نتكلم على الانلت في اس دي. يعني ايه انلت في اس دي؟ خلينا بس نوحد الاسامي علشان واحنا في محاضره الدي اس سي قلنا تفاصيل قوي ازاي نديفاين كل نوع منهم. بس النهارده بنتكلم على ال، النهارده هنتكلم على ال بس دي اس سي مش هنتكلم على حاجه ثانيه. يعني ايه ال دي اس سي بقى؟ الوصله الانيه بس بتاعت تراكاسبت صح؟ وقلت ساعتها انا ضحكت عليكم شويه عشان هو مش التراكاسبت. طبعا النهارده اشمعنى الانيه بس؟ اشمعنى الانيه بس؟ ليه مش الانيه بس بتاعت المايكرو؟ ليه كل دي واحده ريديشن بتاع حاجه معينه؟ عشان احنا قررنا نسمي الفي اس دي من وجهه نظر رايت فنتريكل. اوكي كل وصف الفي اس دي بتاع انلت واوتلت وما وصف على اكتشف ان الجراحين فتحوا الرايت فنتريكل وقرروا ان هم يسيبوا كل حاجه بس يعني لو كانوا بيفتحوا الرايت فنتريكل كانوا هيسيبوه. عشان هو حاجات تربط شويه، يعني حاجات تربط شويه مش مهم، بس يعني في حاجه ممكن تبقى في الانلت بتاع الار في والاوتلت بتاع ال في هنسميها انلت ساعتها. فاهمين؟ مش مهم مش مهم. الخلاصه يعني انه هي حاجه وصل الانيلس بتاع التراكاستد والكونتراكت. اوكي انما مش وصل للاورطه مثلا، عشان لو كانت وصل الانيلس بتاع التراكاستد والاورطه في نفس الوقت كنا نسميها بريمس. ماشي، فاحنا النهارده بنتكلم على انلت في اس دي. اوكي كويس، انما كمان مش اي نوع اس دي، المفروض يبقى برايم اس دي، ويبقى عيان عنده برايم اس دي اللي هي اوطى حاجه في الاتريا سيبتا، وانلت في اس دي اللي هي اعلى حاجه في الفنتريكولار سيبتم صح. فهم اكشلي لابسين بعض، فالصمام اللي في النص ما عرفش يقفل، فالحته اللي في النص دي بقت هوا، فكمان بقى كومن ايفي جنكشن بكومن ايفي فال. بس هو يبقى كومبليت اي في اس دي، هو كومبليت كانال، يعني هو عنده انريستريكت في اس دي. هو يعني ايه ريستريكت في انريستريكت؟ البارشل هو الفي اس دي بتاعته مش موجوده خالص قفلت، والترانزيشنال هو لسه عنده في اس دي بس صغير. انما تاني الهول مارك بتاع الديفينيشن بتاع عيان عنده كانال ان عنده كومن ايفي جنكشن. تعالوا نتكلم على الموضوع ده شويه. فاكرين لما قلنا ان البني ادم الطبيعي الميترال والتراكاستد بتوعه مش على نفس الليفل صح؟ هو لو عنده سكندم اي اس دي وبيري ممبرنس في اس دي الميترال والتراكاستد هيبقوا على نفس الليفل ولا لا؟ لا هيفضلوا برضه مش على نفس الليفل. هو بس عنده فكت هنا، عنده فكت هنا، انما يفضل الميترال اعلى والتريكاسبيد اقرب للابكس. كويس؟ اللي احنا بنقول عليه ان الجزء ده يبقى مش موجود والجزء ده كمان يبقى مش موجود، انما دول يبقوا على نفس الليفل. ويبقى شكرا عن كده. واحنا عاملين ايه؟ واخدين كات سكشن في القلب زي ما هو نفس منظر فور تشيمبر. رايت اتريم رايت فنتكل، ليفت اتريم ليفت فنتكل، ده انتر اتريم سبتم، انتر فنتكل سبتم.
ان واخدين بالنا ان الفريق ثابته ما وصلش لحد هنا، فده اسمه الدم معدي هنا، ده اسمه برايم اي اس دي. هنا الكريست بتاع الفنتريكولار ثابته، فهنا كده الدم ينفع يعدي، ده في اس دي صح، ده كوميونيكيشن بين الفنتريكل ده والفنتريكل ده، الفنتريكل ثابته اللي فات، ده اسمه انليت في اس دي. انما ده جنكشن واحد. هو هنا ينفع حد يقول لي ان مين فيهم اقرب للابكس عن الثاني؟ هو ده جنكشن واحد صح؟ هي ده بقى كومن اي جنكشن جاردد بمجموعه من الكاسبس، انما هو كومن جنكشن صح؟ فده منظر عامل كده برضو باين، ده البرايم اي اس دي، ده الاند في اس دي، ده الكومن اي جنكشن. لو كان عنده اي اس دي هنا كانت تبقى سكندم اي اس دي صح؟ انما دي غيرها، دي برايم. تعالوا فاكرين الصورة دي لما شلنا الاثيا والفنتركلز، الاثيا والجريد فيسلز، وبصينا من فوق فشفنا مايترال وتريكاسبيد وأورطة والمايترال مش عارف ايه، انتيريور ليفلت وبوستيريور ليفلت سيركمفرنس مش عارف ايه، ويدجت ان بتوين الفاكرين. ده منظر كنائي. دلوقتي عاملين ايه؟ برضه شايلين الاتريا والجريد ارتريز، بصينا من فوق كده انتير كده بوستيريور كده رايت وكده ليفت. حد كده يكلمني فين مايكرو وفين تراكاسبيد؟ دي دوريه واحده صح؟ ده كومن جنكشن. ان كومن جنكشن فاتح الاثنين فنتركلز جاي من الاثنين اتريا. ثاني حاجه هنس الاسم بتاع ليفي كانال. ليفي كانال دي على فكره يعني مرحله كل الناس بتعدي بيها في الفيتال لايف وبعد كده الحاجه دي بتقفل. ففي العين ده ما قفلتش. فضل عنده جونكشن واحده، وهنا ما ينفعش اقول بقى مين فيهم اقرب للابكس من الثاني عشان هو فالف واحد صح؟ عنده مجموعه من الابكس، انا بقول اسميها كمان شويه. ان انا كمان ترتب على كده حاجه مهمه، ان دي بقت دوريه واحده مش دوريتين. ف الاورتك فالف ما عرفش يوجه نفسه ان بتوين الدوريتين عشان هي بقت دوريه واحده. ف الاورتك فالف بتاع العيان ده بقى ان ويجد وبقى ديسبليس انتيريور. مش كده انتيريور؟ فهو بدل ما كان يبقى هنا هو بقى ان ويجد وديسبليس انتيريور. طيب تعالوا نبص من تحت، يعني ناخد كات سكشن في الفنتركل ونبص من تحت. دي فدي صوره شبه قوي صور السب بوستال بتاعت الايكو. قوم يبقى هنا ليفت فنتركل هنا رايت فنتركل، انما شايفين ده كومن ايدي فالف. اوكي ال ال في او تي هنا يبقى فين؟ هنا صح؟ ودول البابيلري ماسلز بتوع الفالف ده. احنا واخدين كات سكشن في الاثنين فنتركلز، يعني ده ليفت فنتركل وده رايت فنتركل. فواخدين كات سكشن في الاثنين فنتركلز وبصين لتحت. اوكي؟ يبقى كده ليفت وكده رايت. فهنا بص ده فنتركل ريسبتور. المفروض يعمل بعضه. ما قابلش بعضه في في اس دي. انما كمان كومن اي دي جنكشن. فالصوره اللي شبه ديت دي احنا دلوقتي بنبص بقى على الكومن ايدي جنكشن ده ونشوف الفالف ده عامل ازاي. ماشي فاحنا ازاي؟ احنا برضو باصين شايلين الاتريا والجريت ارتريز وباصين من فوق كده انتير كده بوستيريور كده رايت وكده ليفت. خلاص الكومن ايدي جنكشن ده اللي هو خلاص ما بقاش اني مور مايكرال وتريكاستر عنده مجموعه من الليفلتس. هو الفنتريكولار سيبتم هنا فين؟ وانا لو حطيت ايدي كده الاقي نفسي فين؟ رايت فنتركل صح؟ لو حطيت ايدي هنا هلاقي نفسي فين؟ ليفت فنتركل. الفنتركل سيبتم هنا هيبقى تحته عامل كده صح؟ والكومن جنكشن ده دوريه فوق. فانتوا متخيلين محدش تايه. اي حد على فكره ممكن يوقفني ويقول انا مش فاهم يعني فاهمين. لو الفنتركل سيبتم عامل كده دي ليفلت بتعدي من الليفت فنتركل للرايت فنتركل صح؟ فهي بتبريدج الكريست بتاع السيبتوم. يقولوا عليها سوبيريور بريدجنج ليفت. ليه سوبيريور مش انتيريور؟ علشان بتوع الامبريولوجي قرروا يسموا الحاجات الانتيريور يسموها سوبيريور، فاحنا بقينا نقول زي اسمها خلاص. ف سوبيريور بريدجنج ليفت وانتيريور بريدجنج ليفت احنا بيبقى قصدنا انتيريور بوستيريور كده. ويبقى دي سوبيريور بريدجنج ليفت دي انتيريور بريدجنج ليفت. هنا دي ليفت ناحيه الوول.
اي حاجه ناحيه الوول ينفع نسميها ميورال، فنقول عليها ليفت ميورال ليفت. بس بعدين الناحيه الثانيه يبقى في رايت انتروسبيريور وناحيه الثانيه رايت ميورال. ومن جنرال عاده بيبقوا خمسه كاسبس، نقول عليهم سوبير بريدجنج ليفت، انفير بريدجنج ليفت، رايت انتروسبيريور، رايت ميورال، ليفت ميورال. كويس. الصراحة كنت أنا مفوتها. الصراحة كنت أنا مفوتها. ماشي. المهم فا هما دول كاسس لما بيقفلوا بيقابلوا بعض صح؟ هل في أي حد حاسس إن ده كليفت؟ ده الأورفيس مش كده؟ هو الدم بيفتح يعني النهاية. طيب تعالوا بقى إيه؟ ناخد كات سيكشن كده ونبص من اليمين. احنا بقى ناخد كات سيكشن كده وبصين من اليمين، فده إيتريال سيبتم، ده فنتريكولار سيبتم صح؟ قوم لو لقيت ده الليفلتس، اللي هي دي سوبر بريدجنج ليفلت ودي انفير بريدجنج ليفلت. لو في ديفكت فوق الفالف يبقى اسمه إيه؟ ASD صح؟ ولو في ديفكت تحت الفالف يبقى ايه؟ يبقى VSD صح؟ ويبقى ده عيان عنده برايم ASD اللي في VSD والكومن جنكشن اللي احنا كنا شايفينه من شويه صح؟ لو ده فتح تبقى دي ديفكت واحد كبير صح؟ يعني لما يفتح هيبقى كنان على بعضه، الاثنين اتي فاتحين على اثنين فيرتكس. قام يقولوا واحده من الكاركترستكس هنا ايه؟ انه كان الفنتريكولار سيبتم سكوبد اوت. يعني ايه سكوبد اوت؟ عارفين الراجل بتاع الايس كريم بيبقى معاه معلقه كده ويطلع بيها حاجه، لما بيطلع حاجه كده الايس كريم ده بقى يبقى سكوبد اوت. فاهمين؟ قوم كان ده بقى في حد خده بالبوله بتاعت الايس كريم، قام بيبقى الانلت بتاع الجزء بتاع الانلت بتاع السيبتم ده بيبقى ناقص حته، بيبقى نازل لتحت، اوكي؟ متاكل منه حته كده. طيب احنا عارفين الصوره دي، ده سوبر بريدجنج ليفت وانفير بريدجنج ليفت صح؟ فين الفنتريكولار سيبتم هنا؟ تحت صح؟ جوه عامل كده. تخيلوا لو الحته من الليفت دي لزقت في حته من الليفت دي كده، هما الاثنين نزلوا تحت لزقوا في الكريست بتاع السيبتم. كويس؟ هم يحصل ايه؟ يحصل كده. دلوقتي حصل ايه؟ السوبر بريدجنج ليفت لزقت في الانفير بريدجنج ليفت، هما الاثنين نزلوا لزقوا في الكريست بتاع السيبتم، مش الكريست بتاع السيبتم اللي طلع لهم، الاثنين لزقوا في بعض ونزلوا لزقوا في الكريست بتاع السيبتم. هل ده يخلي الفنتريكولار سيبتم سكوب اوت ولا لا؟ يفضل سكوب اوت برضه، هو في حاجه لزقت فيه، انما هو نفس البوله بتاعت الايس كريم متاكله منه عادي. فاهمين حاجه؟ بس هو لما حصل كده دلوقتي الاثنين لزقوا في بعض ولازقين في كريست على السبت، ومن في السيستول والقلب كونتراكتنج، الصمام هيحصل فيه ايه؟ هيقفل. كويس؟ في كوميونيكيشن بقى بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل؟ لا الصراحه، ما هو الصمام لزق في بعضه ولزق في كريست على السبت تماما. انتم مستوعبين ولا حاسسكم مخطوطين خطه جامده؟ عادي. معلش انا عارف ان هي دخلت اناتومي جامده، بس هي ليها اهميه رهيبه في كل الحاجات اللي جايه بعد كده، في الفيسيولوجي والايكوهات والعمليات وكله. ماشي. قوم يبقى لو الاثنين لزقوا في بعض ونزلوا لزقوا في الكريست بتاع السيبتم، قام لما والقلب كونتراكتنج والصمامات قافله، هو دلوقتي الفالفز لازقه في السيبتم كله صح؟ الكوميونيكيشن هيبقى فين؟ فوق الفالف صح؟ مش تحته، انما تحت مفيش سكه دم يعدي، وبيبقى عنده في اس دي. هو باي ديفينيشن الفي اس دي هو كوميونيكيشن بين الاثنين فنتريكلز، هو مش هيبقى في كوميونيكيشن بين فنتريكلز صح؟ لسه الفنتريكلر سيبتم سكوبد اوت، انما الصمام نزل له فما بقاش في مكان يعدي في السيستول صح؟ قام دلوقتي بقى عنده في اس دي، ما عندوش، امال عنده ايه؟ اي اس دي. ويبقى ساعتها الكومن جنكشن ده
اتقسم اتنين اورفيس بقى في فتحه يمين وفتحه شمال. هل ده يخليه اتنين جانكشنز؟ هو نفسه واحد يعني دوريا اللي من بره دي هي نفسها واحده. يا ترى يحصل ايه في الاورطه؟ هل ترجع توج نفسها جوه تاني؟ برضه هو نفس الجانكشن واحد فهي ستيل انوجد وديسبليس انتيريور. فاهمين حاجه؟ اللي انا اقصده انه ايه؟ كون ان الليفلت دي السوبر بريدجنج ليفلت تلزق في الانفير بريدجنج ليفلت هما الاثنين يلزقوا في الكريست على السبتم ده ما يغيرش من كون ان ده كومن ايفي جانكشن وما يغيرش من كون ان الفنتريكولار سبتم سكوبد اوت وما يغيرش من كون ان الاورطة ديسبليست انتيريوري وان ويجد. هو ظاهر فيسيولوجي جامد جدا علشان في السيستول مفيش دم ينفع يروح من ليفت فنتريكل للارم فالفيسيولوجي بيتغير قوي. انما لما لزق في بعض الدكتور بتاع بقى عندي اثنين اورفيس عندي اثنين اورفيس انا عندي جنكشن واحد انا في الايكو او في القسم الجراحه هشوف من الاكتر من البنتريكل فورمين زي ما انا شايف هنا. هي دي فتحه دي فتحه غيرها وهم في السيستول مثلا من تحت مش واصلين ببعض انما هو لسه جنكشن واحد. هل ده يخلي واحد فيهم يقرب للايبكس عن الثاني؟ فاهمين حاجه؟ قوم يفضل نفس يعني نفس الكرايتيريا دي كلها انما بس لزقوا في بعض لزقوا في السبتم وبقى العيان ده اسمه بارشال كانال which is حاجه توتالي مختلفه عن الكومبليت كانال في الفسيولوجي والبرزنتيشن والتايمينج فور سيرجري وكل حاجه في العالم. انما اجزاء كتير قوي قوي من المورفولوجي والكاركترستكس بتاع ده بتفضل زي ما هي. بارشال كانال ما عندوش بيز كويس. وتعالوا كده نبص على عيان عنده بارشال كانال. ده بارشال كانال هم لزقوا في بعض ولزقوا في السيستم فهنا مفيش فتحه انما لسه سكوبت اوت صح. بص يعني البوله بتاعت الاسكريم لسه متاخده ورايا قوي وهنا اي اس دي لسه نسميها ايه الاي اس دي دي برايم اس دي. هو هو يعني ايه بارشال كانال؟ لا دي ده سؤال سهل قوي. اي حد عدى من قدام باب الكونجنتال كده عارف ان عيان بارشال كانال ده هو اي اس دي وليفت مايتريال صح باين قوي صح اي اس دي وليفت مايتريال. طيب انا جاي هنا اغير مفاهيم جامده جدا واقول انه ده مش ليفت وده مش مايتريال. اوكي تعال نقنع بعضينا شويه. ده مايتريال صح عندي انتيير مايتريال ليفت بوستيير مايتريال ليفت انتيير مايتريال ليفت ماسكه في التلت بوستيير مايتريال ليفت ماسكه في التلتين الانتيير مايتريال ليفت دي نصها كده باصص ناحيه الاورطه صح. طيب تعالوا نشوف عيان عامل كده انا قررت ابص على الحته بس اوكي واشوف الحته دي من السماعه وهفترض انه دي على بعضها كده ليفلت واحده وان ده كليفت وانا هقفله في النص. اوكي هو وانا لسه حالا عارف ان ده ما كانش كليفت ولا حاجه ده القرف ده الفتحه مش كده ده الهواء يعني القرف ده كان بيعدي فيها بس هو لازق بس من هنا ومن هنا. طب حد قال لي لا انت مش فاهم اي حاجه على فكره هو ده كليفت وده مايتريك فاحنا بنقفل الكليفت في المايتريك. فاهم حاجه؟ ويعني يعني شو تاني؟ الديفكت في ليفلت واحده مش كده؟ هو في ليفلت انتير مايتر ليفلت مشقوقه في النص فانا لو جبت مايترال يعني زي دي وقصيته في النص يا ترى هو الكوردز بتاعته هتبقى ماسكه فين؟ الكوردز بتاعت المايترال بيبقى فيه برايمري وسكندري كوردز فالبرايمري كوردز دي ماسكه في الفري ايدج اللي هو ايه؟ كده صح؟ ماشي دي سبير ريجنج ليفلت دي سبير ريجنج ليفلت دي نيورال ليفلت هو احنا هنا حاطين سلاين في الفنتركل فليفلتس قافله على بعضها. انا هنا بس على الليفت انفير هو انا لافف الصوره هنا عشان تبقى نفس الاورينتيشن بتاعت دي قوم يبقى هنا كده اللي انت لقيته ثابته اللي هو هنا وهنا كده اورطه هنا كده اورطه كويس وانا هقول انه على فكره ده ليفت في الانتيمات ليفت ماشي وهو لو في ليفت في نص انتير ليفت هتبقى باصه ناحيه الاورطه ولا باصه ناحيه السبتم هنا تبقى بص ناحيه الاورطه صح؟ عشان هو ده نص انتير ليفلت انما ده نص بص ناحيه فين؟
بحث سبتم عشان هو اصلا كان صمام واحد، هو كان معدي ناحية تانية فاهمين حاجة. فانا لما اكون ان انا اعمل كده ده ما يغيرش الاورينتيشن بتاع الاتجاه ده، ده بص ناحية سبتم برضو صح. هل كون ان انا قفلت ده خلى دي انتيمتر ليفت، احنا انتيمتر ليفت ماسكة في دي من السيركمفرنس تلت فعال الكنال دي بتبقى ماسكة يعني كتير قوي يعني اكتر من يعني 4 فيفث مثلا السيركمفرنس ولا حاجة، ودي تقريبا بتبقى 5 وقال فاهمين حاجة. الكوردز اللي هنا ماسكة فين؟ لو هنا هتبقى ماسكة في الفريج ده الكوردز ماسكة كده علشان هو ده كان معدي الناحية الثانية اصلا فاهمين حاجة. ونكون ان احنا قفلنا الـ ASD وقفلنا الغرز هنا ده ما يخليش ده كليفت ولا يخلي ده ميتر فاهمين حاجة. واحنا ليه بنقول الكلام ده؟ علشان هو الرولز اللي بتأبلاي يعني احنا ما ينفعش نقرر ان ريبير ده على انه ميتر، يعني ما ينفعش حد يقول لي A1 و B2 و A3 هنا ما فيش اصلا كده يعني ده صمام غيره خالص وما بنقولش عليه ميتر الصراحة. يعني لما بنقول مايترا بيبقى عارفين ان احنا مش قصدين ان هو مايترا. ام هو هل ده معناه ان مفيش حاجه في الحياه اسمها كليفت مايترا؟ لا انا مش بقول كده. في حاجه اسمها ايزوليتد كليفت مايترا ويبقى عامل كده يبقى عيان ما عندوش اي كانت، ده معناه ان هو عنده تريكاسبيد اقرب للابكس من المايترا وعنده ايزوليتد كليفت بص ناحيه الاورتيك فالف وعنده انتيمتر ليفت ولا تلت السيركمفرنس وانتيمتر ليفت واخده تلتين. في حاجه اسمها ايزوليتد كليفت مايتر مش ده. امال ده نسميه ايه؟ ما اسموش كليفت صح؟ هو اسمه صح صح يعني the zone of opposition between the left component of the superior bridging leaflet and the inferior bridging leaflet of the common AV valve كليفت مايتر. خلاص بيبقى سهل لنا ان احنا نقول ليفت مايترال علشان ما اقولش الباراجراف ده، انما احنا فاهمين ان هو ولا كليفت ولا مايترال فاهمين فاهمين الفروق فاهمين الفروق. اتفضل حد عايز انتوا كويسين لسه عايشين كويس. يبقى اتفقنا ان ده مش مايترال وبالتالي الاورينتيشن بتاعت مثلا الكابيلري ماسلز مختلفه. يعني هو الكابيلري ماسلز بتاعت الكوميشن فبيبقى واحده هنا واحده هنا هنا بس اه هنا ده عشان ما تحكمش فاهمين حاجه. هنا مفيش اي 1 وفي 3 والحاجات دي فده شكل 3 دي ايكو ده مايترال ده كنال فاهمين مش شكل بعض خالص اوكي. ده هو مفتوح ده هو مقفول مش ناوي اقولها الصراحه. كان في ناس بتستخدم رسائل كلاسيفيكيشن احنا ما استخدمناش قوي الصراحه عشان هي كان واحده من الحاجات المفيده ساعتها وكان الناس بيستخدموها جامد قوي في اللي بيعملوا سنجل باتش تكنيك مثلا حاجه كده. بس احنا يعني عارف ما بنسالش على رسائل كلاسيفيكيشن انما هي ليها علاقه بقد ايه السبير ريجنج ليفلت لازقه في الكريست بتاع السبتم وازاي. فهي لو لازقه في الكريست بتاع السبتم عدل بيسموها تايب ايه، لو لازقه في الار بي سايد يبقى تايب بي، لو هي فري فلوتنج ومش ماسكه في السبتم خالص يبقى تايب سي. اوكي تبقى عامله كده في الاخر ماشي. لا لا يا دي ولا يعني لا هنا احنا باصين من تحت يعني احنا باصين نفس ما قالوا لي عشان نقول بس الكريستالي اوكي. ف طيب في حاجات بقى بتفضل في الكنال ريجاردس هو بارشل او كومبليت. انتوا فاهمين الفرق بين الكومبليت والبارشل ان هما الكاست لزقوا في بعض لزقوا في كريست على السته بيفضل سكوبد اوت وميخلي الانلت بتاع الفنتركل ليفت فنتركل اقصر بكتير من الاوتلت بتاعه صح؟ وميبقى ال في او تي الوت لونجر صح؟ انما في حاجه ثانيه كمان فاكرين الاورطه اورتك فالف كان ان ويدجد وديسبيسد انتيرير فهو كمان بعد نعم هو ده سبب دخلنا الاوتلت ابعد كون سكوبد اوت ده خلى الانلت قصير وكون ان ده ان ويدجد وراح بعيد فده خلاه اطول فبقى ده اقصر وده اطول اما الفرق بينهم بقى كبير قوي اوكي. اما علشان كده الريسك بتاع ان يبقى ال يو تي بتاع العين اللي عنده كانال ريجاردلس هو بارشل او كومبليت هو هيبقى لونجر
ونروه. اوكي نادرا ما حد بيجي لنا كده عنده كانال وعنده ال في تي اوبستراكشن، انما ريسك انه يحصل ال في تي اوبستراكشن بعد العمليه ريسك مش قليل. اوكي دي حاجه ويل نون ان الواحد ممكن يجي له ال في تي اوبستراكشن عشان هو اصلا بري ديسبوزد، والتكنيكس اللي احنا بنقفلها بنعمل بيها العمليه فيها بوسيبيليتي ان هي تصغر ال في تي. اوكي الشباب زمان كانوا يعني عندهم كرياتيفيتي جامده، فلما كانوا لما الكنالة تشخص وبعد كده بقى يعملوا قسطرة كان كل الناس تعمل انجو زمان قوي، فكان المنظر بيعمل كده، فيبقى دي سيارة اللي هو الانلت وده ده الفي انجوجرام وده الاوتلت بيبقى شبه الويز الصراحة. اوكي هم بيقولوا عليها جوز نيك ابييرنس، يعني ان دي فاهمين خيال جامد. اوكي يعني شبه الليكو يعني ماشي. اوكي فجوز نيك ابييرنس اللي هي دي ان الـ NVOT يبقى لونجر ونارور عن الـ NVOT بتاعه. شايف عشانها جوزها مضغوط. تعالوا نقول شوية حاجات. فاكرين لما بنقول كوندكشن وبعدين الدكتور ده قال لنا على التريانجل ده كان اسمه ايه؟ التريانجل اوف كوم. احنا هنا باصين ازاي؟ كأننا باصين الفيو ده يعني برضو شايلين الفري وول بتاع الرايت اتريوم والرايت فنتركل وباصين من الجنب، فده اتريال سيبتم ده فنتركلر سيبتم. ايه وباصين من هنا وعاملين زوم ايه على الحته دي فشايفين الحته دي فلاقيت الريسبتور ده بنتكلم سكه ده ترايكاسبل واحنا باصين هنا ده ترينجل اوف كوخ اللي مختداره سته الليف بتاع ترايكاسبل كورونري ساينس الليفكس بتاعه فيها ليفي نود ميدلي قدامها فيها الممبرن سيبتم والممبرن سيبتم دي هي اللي كانت بتخلي انه الترايكاسبل ده اقرب للايبكس عن الميتريل صح وهنا ايفي نود وبيطلع منها البندل اوف هيس ويمشي عشان يروح ناحيه البيز بتاع الميل الفيري مصر. فاكرين الحاجات دي صح؟ العين بقى اللي عنده ليدي كانال وعنده ايه؟ عنده برايمري اس دي صح؟ وعنده ال بي اس دي صح؟ وعنده كومن اي في جنكشن. فده كده مكان الكوندكشن العادي، اوكي؟ ده النورمال باثوي بتاع الكوندكشن. اما العين اللي عنده اي في كانال الحته دي كلها هواء كده مش موجوده. يعني الحته دي كلها هواء. في ديفكت كده كبير هنا صح هنا اي اس دي وتحت بي اس دي واصلين ببعض فتحه كبيره والجنكشن بتاعه الفالفز يعني كومن جنكشن فخلي ليفت يعني لما القص تفتح يبقى الحته دي كلها كده فاضيه وما ينفعش ليفي نوت كده تبقى طايره في الهواء فاهمين بس ده ما يخليهاش ابسنت هو بس هي مضطره تعدي من ناحيه ثانيه فهي مضطره تعدي من اقرب سكه الاتريال سيستم فيها بيقابل الفنتريكولار سيستم وبس تتزحزح ورا هنا شويه ويعوز الكوندكشن يمشي يلف كده علشان يوصل نفس المسافه اللي هناك هو عايز يروح برده عند ال لسه عايز يوصل بقى ويروح مودريتور باند بتصه كده فاهمين هم علشان كده الاي في نود ما تبقاش موجوده في ترانجل اوف كوخ علشان هو ما فيش ترانجل اوف كوخ فاهمين هوا مش موجود اصلا فهي تبقى ديسبيس بوستيرير و يقولوا على الحته ديت نودل تراينجل قوم يبقى لو في عيان كانال عامل كده قوم الاي في نود اللي هي كانت المفروض تبقى طايره في الهواء هنا هي هنا في هواء مفيش حاجه فالسبليس بوستيريور انفيريور انما كمان الاي في نود دي بتمشي شويه كده مسافه قبل ما تبرانش تدي رايت باند برانش ليفت باند برانش هو لو الواحد حصل له بلوك في واحد من الباند برانشز بيحصل له ايه؟ سلامته ألف سلامة الكهرباء هتوصل للفنتكل برضو ولو هي راحت الرايت هتعرف تروح الليفت لو هي راحت الليفت هتعرف تروح الرايت فالكهرباء بتوصل برضو بقية من الفنتكل إنما لو في عيان حصل له بلوك في المين باندل أوف هيس شخصيا الكهرباء مش هتعرف تعدي ما فيش طريقة تانية تعرف تعدي بيها من الاتريوم للفنتكل صح؟ ويحصل له كومبليت هارد بلوك اللي أنا عايز أقوله هنا بقى إنه البرانش اللي بيحصل تحت هنا النون برانشنج باندل في الاي في كانال ريجاردلس هو بارشل او كومبليت هو اطول بكتير من العادي كمان لو هو كومبليت كانال واحنا عايزين نقفل ديفكت هنا ونحط باتش الحته اللي اتريسك هي مسافه طويله قوي العيان اللي عنده اي في كانال بيقل في اس دي هو ريسك الهارت بلوك فيه اعلى بكتير من عيان عنده بريمس في اس دي مثلا عشان جزء من النون برانشنج باندل اللي اتريسك واحنا عمالين ناخد ورز البيتش
هو اطول بكتير قوي من الجزء الثاني الصغير اللي بعد كده هيبقى فيه برانشنج، فاحنا لو عورنا واحده بس منهم الثانيه هتعدي. فاهمين حاجه؟ اوكي. فاحنا دلوقتي فهمنا انه بيحصل ديسبيسمنت للكوندكشن تيشو ويبقى ديسبيس بوستيريور انفيريور للاي بي نود، انما كمان النون برانشنج باندل بتمشي مسافه طويله على الكريست بتاع السي. ومده لو انا فتح رايت اتريوم والاي بي نود بسرعه الجراحيه هيبقى الاي بي نود هتبقى هنا وتمشي مسافه طويله على الكريست بتاع السبتم قبل ما البرانش بقى رايت باندل ورايت كونفرجنس. الاي بي نود موجوده مش بتبقى ابسنت، وبتبقى برضه في الفلور بتاع رايت اتريوم بس في مكان مختلف مش في الترانجل اوف كوخ عشان مفيش ترانجل. عشان كده هو عنده سايكلز يعني عنده الاي بي نود عنده سايكلز بس ترحله. وانت بس تمشي في الرايت تمشي في الهول بعد كده في الكريست بتاع السبتم يعني. سوري الاي بي نود هنا الاي بي نود هنا هي في الفلور بتاع رايت اتريوم وبعد كده بتبيرس الاي بي جنكشن علشان تدخل الكريست بتاع الفنتريكل سيبتا. ده الكريست بتاع السيبتم كده، ده الرايت ايفال، ده الليفت ايفال. تفضل ماشي على الكريست بتاع السيبتم على ال دي سايد لحد ما تبرش. كويس. عايز اسال سؤال قديم شويه من اللي عنده معلومات في الاي اس دي. لو في عين عنده بارشال كانال عين غير عنده سكان الاي اس تي، بس لو في عين عنده سكان الاي اس تي انهي تشيمبر في القلب بتكبر؟ رايت سايد رايت اتريوم رايت فنتريكل. موافقين؟ هم الاي سي جي بتاعه يبين انهي فنتريكل انلارجد؟ رايت فنتريكل. صح. يبقى عنده انهي اكسس ديفيشن رايت ولا ليفت؟ رايت اكسس ديفيشن. سهله دي صح. عايز سكان الاي اس تي ده ما بيعدي من ليفت اتريوم لليفت فنتريكل من ليفت اتريوم لرايت اتريوم فدم كتير قوي راح من رايت فنتريكل فرايت فنتريكل انلارج وبيبقى عنده في الاي سي جي بتاعه في ناس تعرفه بيعرفوا الاي سي جي فبيلاقوا ان رايت فنتريكل انلارج وبيحصل له رايت اكسس ديفيشن صح؟ لو في عين عنده بارشال اي دي كمان اللي هو عنده ايه؟ اي اس دي وكليفت مايكرو ما اسموش كليفت ما اسموش مايكرو يعني تمام خلاص. في عينين كتير منهم مش قليلين ما بيبقاش عندهم مايكرو بالدرج خلاص. فدلوقتي في عيان عنده بارشال اي في كانال اللي هو اوستن برايمم اي اس دي وكليفت ليفت ايفالف او يعني كده خلاص وما عندوش ايفالف بيرج. هو الفيسيولوجي بتاعه هيبقى شبه السكان اي اس دي ولا لا؟ وما انهي فنتريكل يكبر؟ رايت فنتريكل يكبر. يبقى عنده انهي اكسس ديفيشن؟ لا بقى يبقى عنده ليفت. مع ان الرايت فنتريكل هو اللي بيكبر. فاهمين حاجه؟ نفس الفسيولوجي تماما. انما بما ان الكهرباء محتاجه تمشي مسافه كبيره من ناحيه الرايت لناحيه الليفت ريجاردلس انهي فنتريكل بيكبر بيفضل عنده ليفت اكسس ديفيشن. حتى مع ان الرايت فنتريكل هو اللي كبير. فاهمين حاجه؟ ومع ان اللي عنده بارشال كانال يبقى عنده رايت فنتريكل ارانجمنت وليفت اكسس ديفيشن. زمان بقى ايام ما كانوا دكاتره كانوا بيشخصوا العيانين بالسماعه والاي سي جي كان لما يشخصوا العيان بالسماعه ان هو اي اس دي ويلاقوا الاي سي جي بتاعه ليفت اكسس يقولوا له عايز بارشال كانال. زمان قبل ليكو بقى وكده. فاهمين حاجه؟ كانوا بيعملوا عمليات على الاي سي جي قوم ده عيان انهي فنتريكل الكبير؟ رايت. ليه؟ لانه عنده رايت اكسس يمكن يجيب رايت اكسس مش رايت انهي فنتريكل انهي فنتريكل كبير؟ رايت. ليه؟ عشان في ار عشان طول ار في في 1 اه صح؟ طول ار في في 1 بتقول انه رايت فنتريكل انلارجمنت صح؟ كويس. عنده بقى الاكسس بتاعه عامل ازاي؟ الاكسس يسلموا على بعض متخاصمين بعض صح؟ ليد واحد بوستيف اي بي اف نيجاتيف متخاصمين بعض يبقى ليفت صح؟ فده منظر اي سي جي بتاع عيان عنده بارشال اي بي كانال. فاهمين حاجه؟ مع انه عنده رايت فنتريكل انلارجمنت انما عنده ليفت اكسس ديفيشن. دي حاجه كاركترستيك قوي للكانال. طبعا هو يبقى عنده ليفت اكسس ديفيشن ريجاردلس هو كومبليت كانال ولا بارشال كانال. هو بس كومبليت كانال ال ال في هو اللي هيدايليت فهيبقى مفهوم ضمنه. انما حتى لو الار في هو اللي دايليتد بيفضل ليفت اكسس ديفيشن. اتفضل. هو الليفت اكسس ديفيشن عشان البارشال
هو هو مكانه متغير قوي، فلما نحط الليزر عادي على مكانها العادي في الاي سي جي بتلاقي الكهرباء جايه ستيل. محصله القوى الجذريه كلها رايحه من حتى اللي رايحه الرايت فنتركل نفسها هي رايحه من الاي بي نود من ناحيه اليمين للشمال، حتى اللي رايحه الرايت فنتركل. اوكي كويس. دلوقتي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه عيان الكنال ده هو عنده الهول مارك بتاع اي كنال اذا كان بورتشال او كومبليت او ترانزيشنال، ان عنده كومن اف جونكشن، يبقى عندهم برايم ام اس دي ان في اس دي كومن اف فالف، ده لو هو كومبليت كنال. لو هو بورتشال كنال الاثنين بريدجنج ليف بيتزاوا في بعض، بيتزاوا في الكريست على السبت، انما في الحالتين بيفضل عندهم سكوبد اوت فينتريكولار سبت، بيفضل عندهم لونج نارو ال في او تي، بيفضل عندهم ان ويتشد انتيريور ديسبليسد اورتيك فالف. اوكي وبيفضل عندهم displaced conduction فالاي في نود تبقى posterior inferior ويفضل عندهم left axis deletion. كويس. فكون العيان اي في كمال ده لا يمنع انه يبقى حاجه اسمها unbalanced. يعني unbalanced مش هو كان common AV junction فتح الاثنين ventricles الكريست على سته في النص، ينفع ما يبقاش في النص، ينفع يرحل جامد كده. ويبقى معظم الاي في فالف ده الكومن جانكشن ده فتح على فنتركل وحب الدم صغير قوي رايحين الفنتركل التاني. قوم لو في فنتركل جاي له دم قليل قوي هيحصل فيه ايه؟ هيبقى هايبرستك صح؟ قوم يظهر جدا. قوم احنا نسميه انبالانسد اي في كانال. عكسه بالانسد اي في كانال صح؟ البالانسد اي في كانال لا يعني ان الفنتركلز قد بعض. البالانسد اي في كانال ينفع ان احنا نقول ان اي واحد فيهم ينفع يسبورت السيركيليشن بتاعته. يعني لو صلحنا الديفكت وقفلنا الفي اس ديز قوم الليفت فنتركل ينفع يسبورت السيستم سيركيليشن والرايت فنتركل ينفع يسبورت البلمونري سيركيليشن. تمام كده. ودي معلومه مهمه علشان هو العيان اللي انبلس كانال لو انا قسمت السيركيليشن الفنتركل الصغير مش هيسبورت السيركيليشن فهيموت ها مش هيطلع من عليه صح؟ هو سؤال مهم في الاول كونه كانال هو بالانس ولا انبلس ما ننساش الموضوع ده. ازاي نحدد بقى موضوع كبير قوي يعني سوها عاملاه في محاضره كامله فاحنا ده موضوع ممكن نتكلم عليه انما عايزين نفتكر ان في حاجه اسمها امبالانس كانال. بصوا ده احنا باصين من تحت دلوقتي واخدين كات سكشن في الفنتركلز وباصين من تحت هو عنده كومن اف جنكشن عنده في اس دي ده رايت فنتركل ده ليفت فنتركل ليفت فنتركل بصوا الكافيتي قد ايه ورايت فنتركل الكافيتي قد ايه لو قفلنا الفي اس دي كده مطلوب من ده الدم ده هو اللي يدي سيستم سيركيليشن. ما ينفعش طبعا تميزه. دي شبهها بصوا اللي فنتركل قد ايه ورايت فنتركل ازاي. كل ان العيان كنال لا يمنع انه يكون فالوب. هو عنده سفير بريدج ليفت وانفير بريدج ليفت وقلت سوري برايمم اي اس دي قلت في اس دي صح؟ فهو هنا كنال صح؟ اهو بص هنا بقى الفي اس دي مكمله لحد فوق اوفرايدنج الاورطة ار بي ستراكشر ار بي هايبرتروفي ومن هنا هو فالوب من هو هنا هو كنال هو نفس البرياد يعني عشر العينين اللي عندهم كنال بيبقى كمان معاهم فالوب وبس العمليه والتايمنج بيختلفوا بيها. نعم هي الصوره اتلخبط وهي مش مهمه يعني خدت فيها قول انا مش عايز الخبط بس لقيت الناس قول سوري يعني الكنال حاجه بتحصل في الانلت بتاع الفنتركل صح الفلو بيحصل حاجه بتحصل في الاوت بتاع الفنتركل صح فلا يمنع ان هم يحصلوا مع بعض سبيدنج جيفت انفير بيدنج جيفت برايمري اس دي ان في اس دي فده كنال في اس دي اوفرايدنج اورتا ارمي تيوب ستراكشر ار بي هايبرتروفي فلو اوبسي قفل الفي اس دي هيعوز يعني تفكير عميق بيتم يعني ماشي فاكرين لما قلنا السوبر بريدجنج ليفلت السوبر بريدجنج ليفلت احيانا بتقرر تلزق في الانفير بريدجنج ليفلت وما يتحول لبارشال كرانيال او لو فضل في اس دي صغيره من تحتها كده تبقى ترانزيشنال لو ما قفلش الكريست على سكن خالص
طيب لو يا ترى واحده من الريجن ليفتس دول قرروا يلزقوا في النيورال ليفت كمان يحصل ايه؟ نعم؟ لو دلوقتي السوبر ريجن ليفت لو لزق في السوبر ريجن ليفت ده تحول من كومبليت تحول لبارشال كمان. طبعا دي حاجه بتحصل في الفيتال لايف يعني هو بيتولد عامل كده. لو واحده من البريجن ليفتس قررت تلزق في النيورال ليفت كده نعم؟ لا هو معلش فاكرين لما ده كان كومن جونكشن بكومن اورفيس لما اتقسم كده بقوا اثنين اورفيس لو ده اتقسم كده يبقى اللفت اللي فال دبل اورفيس فاهمين حاجه هنا قلبين الصورة شوية فده سيبتم ده البي او تي يبقى كده يمين كده شمال هنا سوبر ريجن ليفت في ريجن ليفت كان في ريجن ليفت لزقت في النيورال ليفت فبقى في اورفيس هنا في كليفت وفي اورفيس غيره حواصين من فوق دي حاجة اسمها دبل اورفيس ليفت ايفال بتحصل مثلا في واحد كل 20 عيان بارشال كانال احنا هنا شفنا يعني حاجة زي 4 5 عيانين مثلا عاملين كده اوكي فدي حاجة بتحصل دبل اورفيس ليفت ايفال الواحد لو ما يعرفش ان في حاجه اسمها كده ما بيفكرش فيها يعني لما بيشوف الايكو ما بيفكرش ان في حاجه زي كده فدي حاجه الواحد لازم يبقى بيدور عليها فكونه بيدور عليها لازم يعرفها اوكي في حاجه اسمها دبل اورفيس ليفت ايفال دي صورتها في العمليه عندنا فده الكليف خدنا فيه غرز اهو وده الاورفيس الثاني واحنا لو قسينا دول على بعض هيحصل ايه بس هو هيبوظ خالص خالص اوكي عشان هو ده بيبقى ليه كوردر ستراكشر وماسك فيدرال ماسلز وكل حاجه ومن الواحد بياخد الحماس ويقول ايه يلا نقصهم ويقفل الكليفت بيبوظ خالص الاثنين اورفيس بيبوظوا اوكي ما ينفعش نقص البريدج ده لازم نفضل سايبين دبل اورفيس عشان هو لما بيتقص بيبوظ عظام رهيب هو في عين البارشال كانال بنقص الرايت على الليفت لا ما ينفعش مش كده ما بنقصش ده لما بيقص ده بيبوظ خالص فبنروح نقفل الكليفت اللي في الاورفيس الكبير ونسيب الاورفيس الصغير في حاله عاده ما بيحتاجش يعني نعمل له حاجه اوبسلي الصمام ده ريسك الري اوبريشن فيه هيبقى اعلى علشان هو بيبقى عرضه للستنوزز وعرضه للريفرج وكده انما لما بنقصه بيبوظ خالص يعني تراست مي اوكي طب يعني فاحنا دلوقتي اتكلمنا عن الكنال صح وقلنا ان هو سبيكترم كبير وعدد شويه كتير قوي يعني عدد النورمال علشان نقول هو فرق ازاي في الكنال وقلنا انه كومن ايفيجنشن وعنده برايمري اس دي وعنده ال دي اس دي وعنده كومن ايفيجنشن وان هما الاثنين على نفس الليفل ما اقدرش اقول مين فيهم اقرب للايبكس عن الثاني وقلنا انه ينفع الاثنين يتزقوا في بعض ويتزقوا في كريستال السبتم فلو قفلوا في اس دي خالص يبقى اسمه بارشل انما لو قفلوه وفضل حتت صغيره ريستريكتد نقول عليها ترانزيشن واتفقنا عن الكوندكشن بيحصل له ايه وقلنا انه الفنتريكولار سبتم بيبقى سكوبد اوت فالليل بتاعه بيبقى قصير انما ال في او تي بيبقى اطول لونجر ونارور وده بيعرضه للريف سكشن بعدين والاورتيك فالف بيبقى ان ويدج من الكومن اورفيس ده وانتيريور ديسبليسد وقلنا الكوندكشن هيبقى الاي في نود ديسبليسد بوستيريور وانفيريور ويمشي ال نون برانشنج باندل مسافه طويله فبيعرضه لريسك الهارد لوك مع ريبير لما ناخد جوازات كتير قوي واتكلمنا على كونسبت الانبالانسد كانال واتكلمنا على كونسبت الدبل اورفيس انا مش ناوي فيسيولوجي النهارده علشان احنا قلناهم جامد يعني العيان اللي عنده بارشال كانال هيبقى الفيسيولوجي بتاعه شبه ايه اي اس دي صح العيان اللي عنده كومبليت كانال هيبقى الفيسيولوجي بتاعه شبه ايه اي اس دي وان ريستريكتد بي اس دي صح والعين اللي عنده اي اس دي انهي فنتريكلز بتضايلت؟ رايت سايد صح؟ يبقى ليه رايت اتريم ورايت فنتريكل انما العين اللي عنده ان ريستريكتيف في اس دي انهي فنتريكل بيضايلت؟ الليف فنتريكل صح هيضايلت وانهي فيهم البلمونري بريشر بتاعه بيعلى بسرعه جدا؟ اللي عنده في اس دي اللي عنده ان ريستريكتيف في اس دي ده البي بريشر بتاعه هيعلى جدا انما كمان العين اللي عندهم داون سندروم ريسك ال pulmonary vascular occlusive disease اللي هو يعني
الريفرسبل بالمرة هايبرتنشن بيزيد قوي عن العيان اللي مش داونز. هم العيان اللي كانال كومبليت كانال وداونز لاحظوا ان هو اسوشيشن مشهور جدا صح. نص الداون نص الكانال داونز وحاجه زي تلت يعني الداون عندهم كانال فهو اسوشيشن جامد. هم العيان اللي عنده كومبليت كانال وداون سيندروم البرمي باسكو اوكوس ديزيز ده بيحصل فيه بسرعه جدا جدا از ايرلي از 6 مانث. دي حاجه سريعه قوي يعني العادي في الطبيعي بيبقى سنه ونص سنتين. اوكي لو عيان عنده نفس حجم الامر السيت بي اس دي مثلا. طيب ف انا مش هقول بقى عن الفيسيول يعني الحاجات دي قلناها كتير وصرت اتكلم شويه عن الدياجنوستس بتاع كده. احنا عايزين نتكلم عن الريبير. طيب ايه الانديكيشنز للمانجمنت بتاع الايدي كانال يعني الانديكيشن فور سيرجري مثلا العيان عنده ايدي كانال الدياجنوز از ان انديكيشن فور سيرجري. اوكي انا دلوقتي بتكلم على التايمنج انا بتكلم على الانديكيشنز. العيان اللي عنده في اس دي كان ايه الانديكيشنز بتاعه فور سيرجري؟ كتير قوي بقى ان هو يبقى ريستريكتيف وان هو يبقى مش عارف السيمتومز وعنده مش عارف ايه لو هو التايبس بتاعته ايه لو جاله اندوكاردايتس فاهمين حاجه. العيان اللي عنده في اس بري ممبرنس في اس دي هو انا محتاج اشوف وانا اقفله ليه علشان العيان اللي عنده ان ريستريكتيف في اس دي هو ممكن يفضل يصغر لحد ما يقفل لوحده او لو فضل ريستريكتيف وصغير جدا السرفايفل بتاعهم ادنورمال بوبليشن ده بري ممبرنس. العيان اللي عنده كانال هو لا هو ان ريستريكتد في اس دي ديت مش شايف لوحدها ولو حصل على ما يحصل كده هيكون بايزمنجا انما كمان الكليفت مش شايف لوحده واحنا عارفين ان الكليفت ده هو بيحصل فيه بروجريسيف ريجريشن يعني عادي ينفع عيان يجي لي ما عندوش ريجرج وبعدين بروجريسيفلي يحصل له لاسباب مختلفه كده في توزيع كده للمسلز عشان هو مثلا البني ادم النورمال عنده ميترال نورمال هو في اتنين بابيلاري ماسلز واحده ماسكه في النص الشمال من الانتيرو بوستيرير واحده ماسكه في النص اليمين من الانتيرو بوستيرير فلما بيكون تراكت البابيلاري ماسلز بتشد القصه على بعض. العيان الثاني ده السوبيرو انفير بيجنج ليفت ماسكين في القصف في بابيلاري ماسلز مختلفه فلما بيكون تراكت بتشدهم بعيد عن بعض فمجرد وجود شكل الكونفيجريشن بتاع الكنال هو ريسك لانه يحصل له بروجريشن للريجرج بعدين. طيب فانا مش هتكلم على انديكيشنز عشان الدياجنوزز از ان انديكيشن فور سيرجري. يعمل جراحه ولا يعمل قسطره؟ فاكرين السؤال ده سالناه في الاي اس دي وسالناه في الفي اس دي مش بنساله في الكنال علشان لحد دلوقتي مفيش ديفايسز ممكن تقفل الفي اس دي من غير ما تعور الكوندكشن وتضايق الاي في فالفز وتقفل الكليفت فور يعني لحد دلوقتي. اوكي يبقى العيان اللي عنده كنال هو انديكيتد فور سيرجري. احنا دلوقتي عايزين نتكلم على التايمنج يعني لو في عيان اتولد عنده اسبوع وعنده بارشال كنال ناخده نقفل له نعمل له الكنال. هو العيان اللي عنده بارشال كنال ده هيبقى ايزمنجر امتى؟ زي الاسي اللي هو امتى برضه؟ مش كده 30 40 سنه صح؟ العيان اللي عنده كومبليت كنال هو شبه ايه؟ امر السكت بي اس دي اللي هو ممكن يجي له ايه؟ ممكن يجي له ايزمنجر بدري ممكن يموت بدري من قبل ما يبقى ايزمنجر مجرد من هارت فيلير وريكرنت شست انفكشنز وكده صح؟ فبيموتوا في اول سنه. فالتايمنج شبههم العيان اللي عنده كومبليت كنال هو شبه الامر السكت بي اس دي فالريبير بتاعه بيبقى من 3 ل 6 شهور. في حين ان العيان اللي عنده بارشال كانال هو شبه ال اي اس دي اللي هو بنعمله ريبير امتى؟ من 2 ل 4 سنين اللي هو بري سكول ايج الا لو عيان عنده بارشال كانال وعنده كمان سيفير ايفيفال ريجرج هو ده عيان هيبقى عنده فيسيولوجي بتاع سيفير ماتر ريجرج صح؟ فبيجي فيري سيمتوماتيك في اول كام شهر وساعتها يعني وقت ما بيجي بقى بنعمله لو هو فيري سيمتوماتيك كده وعنده سيفير ريجرج انما اذروايز لو الريفرج ده توليريتد يعني هو مودريت وكده بنستنى عليه لحد على فكره ممكن ما يبقاش عنده اصلا حتى مع انه عنده كليفت ممكن يجي لعنده مايلد ريفرج او ما عندوش. طب هو لا لو ما عندوش لا لو في عيان عنده
بارشا كانال صح. هو دلوقتي جاي عنده اي اس دي و كومن جانكشن برضه كليفت ليفت اي فال او يعني اللي هو اللي اسمه كليفت ده و ما عندوش الجرج في ليفت اي فال نقفله كليفت ولا ما نقفلوش؟ هو ما عندوش الجرج صح؟ بس هو بروجريس بسرعه. تعالى اسالكم على حاجه ثانيه، هو لو في عيان عنده مثلا اورتك فالف اورتك اورتك ستينوزس ودلوقتي جاي بمايلد مايترا ريفيرج، هعمله عمليه مايترا؟ انا هعمله عمليه في الاورطه صح؟ راح سد عنده مايلد مايترا ريفيرج، هعمله حاجه في مايترا؟ لا. العيان بقى اللي عنده بارشال كانال وعنده مايلد ليفت فالف ريفيرج، هعمله حاجه في مايترا؟ ليه؟ عشان جربناه وما نفعتش. يعني هو في ناس كده كانوا بيقولوا ايه من بقى كاربنتيه وناس كتير يعني من زمان قالوا انه تعالوا نسيب الصمام ده على انه تراي ليفلت فالف، كانه ترايفوليت وهو فالف ليه ثلاثه كاسبس وكومبتنت هنسيبه في حاله. العين دول جالهم ريفرج بعدين دخل عمليه تاني للاسباب بقى بتاعت الكابتن مصر سبيتشن ان واحد اللي عنده كليفت بتاع الكنال بيجي له بروجريشن للريفرج، فاحنا العيان اللي مدخلينه عمليه بنقفله كليفت ريجاردلس عنده ريجرج او لا. ماشي. يبقى الايمز بتاع الريبير ان احنا نقفل الديفكتس انما كمان نريبير الليفت ايفال. هو انا بفضل اقول مايترا ريجرج مايترا ريبير وانتوا فاهمين هو مش مايترا، احنا بنقول عليه ليفت. بروف لما بيسمع مايترا في عيان كانال بيمطعد قوي، بس احنا فاهمين بعضنا صح؟ انا قصدي ليفت ايه بقى؟ نعم؟ حلو حلو. ما حدش يقول السؤال اللي بس انا سالت ماشي فاهمين حاجه؟ هو يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقفل الديفكت وعايزين نصلح الليفت ايه فالف حتى لو ما فيهوش ديرج عشان بيجي لنا. طيب زي ما في بقى تايمنج وما فيش عنوان اسمه اندكيشن، زي ما في عنوان اسمه كونترا اندكيشن. امتى عيان عنده كانال وما ينفعش اعمل له عمليه؟ نعم؟ هو الانبالانس كان مش هعمل له عمليه خلاص؟ هعمل له عمليه غيرها صح؟ هعمل له يعني عمليه بقى سنجل فنتركل وكده. او يعني عمليه خلاص؟ انما انا بتكلم على عيان ما ينفعش تعمل له عمليه، هو اسينشال هو ايزمنجر صح؟ ولو في عيان جاله البالمر فاسكولار ديزيز بتاعته عليت قوي بقى عنده ايرفرسبل استابليش بالمر فاسكولار ديزيز وبقى ايزنمنجر، هو ده عيان لو انا عملت له العمليه هيموت على الترابيزه صح؟ هيموت في العمليات. لو ما عملتلوش عمليه بيعيشوا عشرينات وثلاثينات وكده صح؟ بيزرق الاكسرسايز انتولرنس يعني ما بيعيش. لازم اكسكلود ان هو بقى ايزنمنجر بالذات في الداونز اللي بيجي لهم بدري قوي صح؟ انا مش هقول بقى ازاي بنعرف الايزنمنجر دي، قعدنا نقولها كتير قوي في البي اس دي وفي سيمتومز بيزرق تشست انفكشنز اكس راي بي سي جي ايكو قسطره فارماسكريز مش هقول الكلام تاني. وزي ما جوهري قال لنا الفنتريكولار بالانس ماشي، فاحنا عايزين هنا نقول بقى الكونسيدريشنز بتاعه الليفت اي فالف. لو في عيان عنده ليفت عنده ليفت اي فالف انا عايز اعرف هو الديجري اوف ريجرج قد ايه صح؟ علشان الصراحه واحده من البريدكتورز للاوتكم هو العيان ده داخل العمليات بالريجرج قد ايه. يعني العيان اللي عنده داخل عمليه بسيفير ليفت اي فالف ريجرج البوسيبيليتي انه يطلع بشويه ريجرج او انه يحتاج عمليات تاني ريسك اعلى من العيان اللي داخل ما عندوش او عنده مايل، حتى دي هي نسبيه. فاحنا عايزين نعرف الديجري اوف ريجرج، انما كمان عايزين نعرف وصف كده للزون اوف اكوزيشن ده اللي هو سميناه ليفت كده سميناه بالغلط يعني كليفت او الليفت نيورال ليفلت. فاكرين لما قعدنا نسمي الكاسبس كده وقلنا سوبر بيجنج انفير بيجنج وكان في ليفت نيورال صح؟ ليفت نيورال دي ليها اهميه هنا مش قليله. تعالوا اقول لكم حاجه كده لطيفه. لو ده شكل الايدي فالف كانه الصوره الاولانيه ديت اللي هي
احنا شايلين الاتريوم وبصين من فوق فده كومن اي جنكشن. سوبر بيج ليفت انفير بيج ليفت رايت اتروسبيديا رايت نيورال ليفت نيورال. احنا بنتكلم على دي الليفت دي مهمه قوي. هو انا هنا لما عاوز اقفل الديفكتس فعايز اقفل بي اس دي من تحت صح واقفل اي اس دي من فوق وبعدين اقفل ده اللي هو زون بوزيشن او اللي احنا ما بنقولش عليه كده. طيب هو انا عايز اعمل كده صح عايز سيبريت هنا ده بباتشز عشان اقفل الديفكتس واروح اخد غرز هنا علشان اقفل الكليفت. ولو انا عملت كده الصمام الليفت اي في فالف ده لما يجي يفتح هيبقى فتحته قد ايه؟ يعني هو ده هيفتح كده ده هيفتح كده صح؟ ويبقى شكله بالشبه كده هتبقى الاريا بتاعته عامله كده صح؟ تعالوا نشوف بقى لو في صمام عامل كده يعني السوبيريور انفير بريدج ليفت دول كبار قوي انما اكشلي الليفت نيورال ليفت اكشلي صغيره جدا ماشي. وانا دلوقتي لو عوزت اقفل الديفكتس دول هعمل كده وانا بقفل الكليفت لحد فين؟ لحد ما الكومبايند ليفت دي تقابل النيورال ليفت صح؟ علشان انا لو قفلتها لحد هنا ده هيفضل مفتوح صح؟ فبنفس الطريقه ده هفضل اقفل الكليفت ده لحد ما الفري ايدج بتاع الكومبايند ليفت يقابل النيورال ليفت ويقابلوا بعض. انتوا ما عنديش اي علامه لان احنا اتفقنا ان الكوردز فعلا الكوردز ماشيين تحت لا انت اول ما بتفتح بتشوف السايز بتاع النيورال ليفت دي حاجه. انا قصدي الكليفت اللي هو مميز انه عليه ليفت. انا المفروض انا بعمل ريفير مثلا اللي هو فالف قلنا لا تير ليفت بنتكلم ان احنا البرايمريز اجيبها قدام البرايمريز الثانيه مثلا. انت قصدك ظبط الكليفت وان هو ما يلفش كده ويلف كده. بتعوز ظبط بتعوز يعني اورينتيشن شويه يمكن مسك بسهوله. فهو الواحد بيعوز يشوف هو في ايدج فين عشان يحاول يقابلوا بعض. ايوه عشان هو ممكن يقفله كده ممكن كمان يقفله كده. فاهم؟ فدي بتحتاج جزء. انا مش بتكلم على كده دلوقتي بتكلم على لو انا فضلت اخلي الكليفت لحد ما الكومبايند ليفت دي قابلت النيورال ليفت هو الفتحه دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده اللي هو اصغر بكتير قوي. وفي بوسيبيليتي جامده انه يبقى عنده سيفير سينوزس صح؟ ما ينفعش اعمل كده. ما هو يعني طب لو ما قفلتوش ما هيبقاش موتر ريجرج. وما احنا الصراحه نحب العيان يبقى عنده مودريت ريجرج عنده يبقى عنده سيفير سينوزس. فاهمين؟ لو ما عندوش ريجرج بعد ما قفلنا نص الكليفت والباقي ما عندوش يبقى الحمد لله خير وبركه. علما انه ممكن يبقى عنده ريسك انه يجيله بعدين انما احسن ما يطلع من العمليه بسيفير مايكرو استروزز يجيله بالميه او كده. فاهمين؟ ما ينفعش. فساعتها بنضطر واحنا عارفين وقاصدين ما نقفلش كليفت لحد اخره. عدم قفل الكليفت لحد اخره هو ريسك ان العيان يجيله ريكرنت ريفيرج وريسك بتاع ري اوبريشن. انما هنا احيانا بنعمله انتشنال علشان اذروايز هيطلع بسيفير استروزز. اوكي؟ وده صمام ما ينفعش نغيره صح؟ عشان ده هيبقى طفل عنده اربع شهور او بكتير سنتين ثلاثه اللي هو بارشل كانال. فاهمين حاجه؟ فبنضطر نصلحه على قد ما ينفع علما انه في فالفز عندها ريسك اعلى انه يجيها ريكارنت ريجرج او ري اوبريشنز. ازاي اعرف بقى؟ يعني ازاي اعرف قبل العمليه وانا داخل كده جراح كويس؟ عايز اعرف انه النيورال ليفت دي كبيره ولا صغيره؟ هشوفها في الايكو. انتوا شاطرين. النيورال ليفت بتبقى رفيعه قوي احنا ما بنعرفش نشوفها بالذات لو عنده شهرين وثلاثه او ست شهور وكده. اوكي؟ فالعلامه ان احنا اتفقنا انه بيبقى كل تحت كوميشن تحت كوبلري ماسلز صح؟ ولو الكوبلري ماسلز بعاد عن بعض كده وبيبقى في الغالب الليفت اللي بينهم كبيره. انما لو الكوبلري ماسلز قريبين قوي من بعض او واحده يسموها باراشوت يعني باراشوت فالف ويبقى احنا عارفين ان في الغالب الليفت اللي بينهم صغيره جدا ومن الريسك بتاع انه يبقى فيه سيفير ستينوزس لو قفلنا الكليفت لحد اخره يبقى احنا فاهمين ان ده فالف المورفولوجي بتاعه اصلا. فاهمين حاجه؟ والمسافه بين الكوبلري ماسلز دي حاجه بتبان بسهوله في الايكو في الشورت اكس. بالنسبه للراجل هو كان عنده
كان عنده مثلا الدايت سي والبيرفكت برضه نفس الكلام. بص تعالى اقول لك على حاجه، لو هو كان كومبليت كانال هو كان الار في بريشر كان عالي قوي 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 للعمليه صح. احيانا كتير مجرد قفل الفي اس دي الريجرس جميل جدا عشان البريشر اللي كان فيه 80 و90 بيبقى 20 ففجاه الريجرس هيقل قوي. انما احيانا الواحد بيضطر يقفل الكليفت كمان على الرايت. اغلب الوقت ما بيعملوش حاجه، اغلب الوقت الصراحه في العمليات ان الواحد ما بيعملش حاجه اصلا رايت الفالف وبيطلع كويس حتى لو بعد كده. وبالتالي الاهميه القصوى لليفت الفالف. اغلب العيانين اللي بيحتاجوا ري اوبريشنز او عندهم سيفير ريجرس عاده بيبقى في الليفت الفالف. الرايت عاده بيبقى بيتوليريت جامد الكلام ده. طبعا ينفع بس الانسنس قلت كتير قوي. ويبقى احنا قلنا هنكونسيدر ايه البالمر فاسكولار ديزيز ونتاكد انه ما عندوش كونتر انديكيشن للسيرجري والفنتريكولار بالانس عشان ينفع نعمل ريبير اصلا. عايزين نعرف الليفت ان فالف الديجري اوف ريجرج عشان اللي داخل السيفير ريجرج ده عنده عرضه انه يطلع بشويه ريجرج او انه يري اوبريت. وكلمنا على الكليفت وقفله وايه وضع النيورال ليفت في الموضوع ده، واتكلمنا على العيانين اللي عندهم دبل اوريفيس. والعيان اللي عنده دبل اوريفيس ما ينفعش افتحهم على بعض عشان سمهم هيبوظ خالص. اوكي هم بصلح الكليفت في الاوريفيس الكبيره واسيب الثانيه، وبس يكون دبل اوريفيس برضه بيزود الريسك بتاع الاوبريشن. العيان اللي عنده باراشوت فالف او سنجل بابلاري مصل بنفس الطريقه، احيانا بلاقي نفسي ان انا مضطر ما اقفلش الكليفت لحد اخره ريجاردلس حجم النيورال ليفت عشان هو بيفضل فتحته هتبقى اصعب بالسب فالف. فاكرين لما اتكلمنا على ال في او تي وقلنا ان في ريسك بتاع ال في او تي ستراكشر؟ تعالوا نشوف الموضوع ده. ده عيان عنده كومبليت كانال كويس. احنا دلوقتي باصين على الليفت سايد، فده الانلت وده الاوتلت بتاع ال في. اوكي ده الليفلتس، فدي سكوير بيجنج ليفلت، وهنا تحتها في اس دي وفوقها اي اس دي صح. طيب لو انا قفلت ال في اس دي بباتش طويل يعني الهايت بتاعها عالي اوكي، ال في او تي هنا هيبقى عامل ازاي كده صح؟ هيبقى ده الدايمتر بتاع ال في او تي اوكي. طيب يا ترى لو قفلت ال في اس دي بباتش صغيره قوي فانتش شديت الكاسب عليها ال في او تي هنا هيبقى عامل ازاي؟ اضيق بكتير. وي كان اندوس ال في او تي اوبستراكشن حتى لو ما كانش عنده قبل كده، كان في السيستول الكاسب دي بتروح بعيد فهو بيدخل العمليه هو بريديسبوست عشان ال في او تي لونجر ونارور، انما عاده ما بيبقاش عندهم. انما وي كان اندوس ال في او تي اوبستراكشن بالريبير. امتى يحصل كده؟ لو الهايت بتاع ال في اس دي باتش قليله، او احيانا الناس بتقفلها دايركت فاتش بتشد الليفلت دي على طول، ومساعتها ممكن الفي اس دي ال في او تي يصغر قوي. ماشي واتفقنا على الكوندكشن وقلنا ان هو بيمشي مسافه اطول بكتير، فاحنا بنعوز نبعد في البرز على نبقى على الار في سايد وبعيد عن الكريست على السبتم كل المسافه دي، وفي مسافه كبيره اتريست. والكورونري ساينس احيانا بنحطه في الرايت او الليفت علشان نحاول نافويد الليفي نود. دي حاجه يعني تفصيله للرايحين دي. الخطه كده عاده في ثلاثه طرق كبار. في حاجه اسمها تو باتش تكنيك، ان احنا دي الكونسبت بتاعها يعني نحط باتش للفي اس دي وباتش غيرها للاي اس دي ونقفل الكليفت. ده فيو العمليه بنفتح رايت اتريوم. احنا هنا ده فيو العمليه فراس العين كده وكده رجلي واحنا باصين ناحيه اليمين، فده اس بي سي اي بي سي رايت اتريوم وده رايت فنتركل. بنعمل انسيجن في رايت اتريوم هنلاقي الكومن اي في فالف، ده الكريست بتاع السبتم. لو دخلت ايدي كده هيبقى في الرايت، دخلت ايدي كده هيبقى في الليفت. ده كورونري ساينس، ده الكريست بتاع السبتم وفوق في الاي اس دي. متخيل الاي في نوت هتبقى هنا تبقى هنا في النودة في النودة ترينجل. ومساعتها عشان كده كنا بنقول احيانا ممكن نقفل الباتش كده ونخلي كورونري ساينس ناحيه الليفت اتريوم عشان نبعد عن الاي نود. ساعتها دم دي اوكسجينيتد هيروح ليفت اتريوم، بس دي كميه قليله قوي. دم الكورونري ساينس ده ساتوريشن بدل ما يطلع 100% هيطلع مثلا 95 حسب كده يمشي. انما لو دخل في كورونري ساينس دخل في اس بي سي، يعني لو ليفت اس بي سي فاتح في كورونري ساينس ما ينفعش، ده هيبقى ربع الدينا ساتورن. ماشي anyway يعني سيبنا الموضوع ده.
فبنتكلم على كريست بتاع سيبتم ده في اس دي ده الاي اس دي وده الكومن اي في فالف كده رايت سايد وكده ليفت سايد ده الكومن اي في جنكشن وبنحط بيتش يبقى شكلها كده سيمي سيركل لو عملنا البيتش 2 دي او 2 وايد هنعمل ديستورشن جامد للسمول اوكي فانت لو شاكك خلي البيتش اقصر شويه واعرض شويه واضيق شويه انا ملاحظ ان هي لو قصرت قوي 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 ريسك ال ال في تشوف سكشن هيزيد فالواحد عايز يظبطها ويبقى شكلها عامل كده فده ال في اس دي بيتش لاحظوا انه قد ايه خدنا غرز قريبه من الكوندكشن صح؟ فاحنا عايزين نبقى على الار بي سايد وبعيد عن الكريست بتاع السكشن وبعدين نطلع الغرز ديت وبعدين نحط باتش غيرها عادة تبقى بيريكارديا فوق ويبقى ثانية يعني بنحط باتش ثانية هنا نخيطها في الفالف وفي الباتش اللي تحتانية ويبقى في باتش تحت وفي باتش فوق وبعدين بعد ما نعمل كده نقلب الباتش دي يعني دي الباتش الثانية اللي هي البيريكارديا على اس دي وبعدين نقلبها نشوف الليفت اي في الفالف ونقفل الليفت اي في الفالف عادة بغرز انترابت بس نكمل قفل الاي اس دي ولو الرايت اي في الفالف محتاج حاجة ينفع نعمل سنجل باتش تكنيك يعني نحط نفس الباتش من فوق لتحت بس ساعتها بقى موضوع الرسلي كلاسيفيكيشن ده لو سبير ريدج بليف دي ما اصلا ما كانتش مقسومه احيانا الناس بيضطروا يقصوها وكده عاده ما بنعملش دي بنعمل التانية انما الناس اللي بيعرفوا يعملوا دي كويس الريزلت بتاعهم كويسه جدا كومباريبل هما الاثنين وبتلاقي مفيش طريقه احسن من الثانيه ريزلتس يعني ديفرنت هاندز ار كومباريبل طيب في طريقه ثانيه اسمها موديفايد سنجل باتش اللي هو ايه لو الفي اس دي شالو حتى لو هو كومبليت كانال يعني ايه يعني هي تكنيكالي اندر ريستريكتيف يعني هي واخده كل الفنتريكولار ريسبتور انما قريبه من الفالف ومساعتها ينفع ناخد غرز دايركت وبس كاننا بنخيط الفالف في الكريست على السبتر كاننا بنحوله بارتشر كانال اوكي نعم بنخيط بناخد غرزه من الكريست على السبتر نعديها في الفالف نعديها في البيتش ولما نخيط ده الفالف البيتش بتزق الفالف على السبتر قوم يبقى عامل كده قوم قفلنا الاي اس دي في باتش والفي اس دي من غير باتش اصلا ماشي ريسك ال ال في ستراكشر في دي بيزيد بس احنا بنعمل دي بس لو الفي اس دي اوريدي شالو قوي فمش فرق لاحظوا ان عيان البارشل كانال عندهم عرضه اكتر للال في تيوب ستراكشر من الكومبليت كانال مش الكومبليت كانال بنحط باتش فالال في تيوب طالما زي عامل كده كان انا ده كريستا سته ده الفالف كأني باخد غرزة من السبتم في الفالف في الباتش اللي فوق ونزل الفالف عليه يقول عليها موديفايد سنجل باتش او هو يعني الناس الاستراليين هم اللي وصفوها فبيسموها الاستراليان كده بس ونقفل عادي زون اوف بوزيشن واتفقنا بقى موضوع كورونري ساينس ده يا الا بالانكلود في الليفت اتريوم ساعتها بيبقى ريسك ان الواحد يعور الاي في نود ريسك اقل انما دم الكورونري ساينس هروح افتيت عاده احنا ما بنعملش كده عاده بنعملها كده وعلشان افويد الموضوع دوت احنا الاي في نود هنا صح احنا عارفين انه لو انا مشيت كده هعور الاي في نود الباتش دي محتاجين نطلعها لحد الاتريال سبتم احنا عارفين انه الانيولس بتاع الليفت اي في فالف ما ينفعش يبقى فيه اي في نود صح فبعد ما نقفل الاي اس دي كده ناخد اول ثلاث غرز ولا حاجه في الانيولس بتاع الليفت في الانيولس بتاع الفالف علشان هنا ما ينفعش يبقى فيه كوندكشن الكوندكشن هتبقى في الاريا دي فبنفضل ماشيين كده لحد ما نلاقي نفسنا في الليفت اتريوم تماما وبعد كده مطلعين على الكريست حسب فهو الريسك ده في الكنال بقى اذا كان بورشل او كومبليت يعني هو في العيان اللي عنده بورشل كنال اغلب الوقت ما بناخدش غرز اصلا في الكريست على السبتم فما بقاش البندل اوف ريسك ريسك بس الاي في نود بتبقى في ريسك علشان هي بتبقى ممكن الغرز هنا تعور عشان بس مش فاهم حته الكومبليت ساينس دي يعني ليه بالسلايد اللي قبل الفيديو جامد هي تفصيله جراحيه لازم يعني لو انت فاكرين لما قلنا الاي في نود هنا صح فاحنا قلنا ممكن نمشي هنا هنا كده وبعد كده نطلع صح الحاجه الاسهل ان احنا نكمل كده من بره خالص بس لو عملنا كده فتش الاي اس دي وكرونا ساينس هيبقى في ليفت اتريوم
مدينة الاور بيتش. فدي طريقه موصوفه وينفع نعملها كده سو لونج از انه الليفت اس بي سي مش فاتح فيه. انما ينفع حد يعمل كده. لو شفت حاجه كده ما تستهجنيش المواضيع دي. ماشي. الايرلي مورتاليتي حاجه زي 1.5%. الريزلت بتاعه الريبير بتاع الكانال اتحسنت قوي. طبعا ريسك المورتاليتي في الكومبليت كانال هيبقى اكتر من البارشل كانال عشان هو عيان اوريدي هاي ريسك اصغر بكتير وكده. ريسك الكومبليت هارد بلوك اللي يحتاج يركب بيرمننت فيس ميكر حاجه زي 1%. رقم الصغير من العيانين حاجه زي 10% من العيانين بيطلعوا من المستشفى باتليست مودريت ليفت ايفنت بيرج. ليفت ايفنت هي واحده من اكتر الحاجات اللي تشالنجينج في العيان الكنائي. 7% من العيانين اللي بيعملوا ريبير للايفي كانال بيحتاجوا ري اوبريشن ليفت ايفنت. ريسك فاكتور بتاعت المورتاليتي وري اوبريشن منها العيانين اللي عندهم older age at repair. للعيانين اللي كان عندهم complete ايفي كانال. يعني لو في عيان complete كانال واتعمل له ريبير على سن سنه سنه ونص احنا دلوقتي مفترضين انه لسه ما بقاش ايزمندر صح؟ انما ستريس المورتاليتي بيزيد وده في possibility انه يجي له حاجه اسمها كمان hypertensive crisis اتفقنا عليها اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. العيانين اللي خارجين من العمليات ب significant post operative left evaluative bridge فكده اتفقنا ان 10% من العيانين بيخرجوا من المستشفى اصلا بكده فدول ريسك الاوبريشن فيهم بيزيد. العيانين اللي كانوا داخلين العمليات بسيفير ليفت ايفنت ريجيرج الريسك بتاع الري اوبريشن حتى لو طلعوا بمايلد ولا حاجه الريسك بتاع الري اوبريشن بتاعهم بيزيد. العيانين اللي اضطرينا ما نقفلش الكيرف لحد اخره فاكرين لو هو باراشوت فالف او لو هو النيوراليفت صغيره جدا احيانا انتشنالي بنسيب الكيرف ما نقفلوش. العيانين اللي كان عندهم دبل اوريفيس دول الريسك الري اوبريشن فيهم اعلى. والعيانين اللي معاهم اسوشيشن لكومبلكس كونجنتال ديزيز. العيانين اللي عندهم بارتشال ايفي كانال ريسك ان يجي لهم ايفي تيوب ستراكشر اعلى واحنا اتفقنا علشان هو كان عنده في اس دي وهي قفلت بان الفالف نزل فالال بي تي بقى اضيق ولما بنقفل الكليفت كمان ده بيقرب حته كبيره للبدايه ال بي تي. انما كمان ريسك ليفت ايفنت ريجريشن بتاعهم بيزيد. انا كنت مستغرب الموضوع ده بس يعني في عين الكمبليت كانال هو الرايت والليفت هم على بعض صح؟ فاحنا الصراحه ممكن نغش شويه. يعني لو الليفلت بتاع التيشو بتاع الليفت ايفنت قليل ممكن نحط الباتش ناحيه الرايت فكان احنا خدنا تيشو كتير للليفت. العين اللي عنده بارتشال كانال ما ينفعش وخلاص لزقوا في بعض ولزقوا في السبتم فانا مضطر اتعامل بالوضع اللي موجود فاهمين. فالعين اللي داخل بارتشال كانال وعنده سيفير ليفت ايفنت ريجرج هو ده عيان ممكن الليفت تيشو ما تبقاش كفايه. اوكي واتفقنا بقى ان ديفرنت تكنيكس ليها كومبارابل ريزلتس سو لونج از ان هم ابلاي كويس. يعني اذا كان السنجل باتش او التو باتش او الموديفايد سنجل باتش. متشكرين. مين عنده اسئله؟